مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدينا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كنتمنى تكونوا بألف خير يا رب. مرحبا بكم خوتي، معنا توفيق مشاهدينا، توفيق للأكثرية أو نقولوا ساكنة مدينة خريبكة تيعرفوه، توفيق اللي كان سخر نفسه لساكنة مدينة خريبكة هو والأصدقاء ديالو، يعني في الفترة ديال الحجر الصحي مشاهدينا. توفيق يعني كما تيعرفوا ساكنة مدينة خريبكة هو نادل في مقهى، تيخدم نادل في مقهى. في الفترة ديال الحجر الصحي كنعرفوا بأن المقاهي تسدوا، فهنايا توفيق كان جاتو فكره واقترحها على الاصدقاء ديالو وسخروا نفوسهم للساكنه وقالوا لهم جلسوا نتوما في البيوت ديالكم، حنا نتسخروا لكم بالمجان بالمجان مشاهدينا. فكان الهدف ديالهم ان يجلسوا الساكنه في البيوت ديالهم وهما يخدموهم باش هكا ان شاء الله نخليو صفر حاله في المدينه ونخليو صفر حاله في المغرب ان شاء الله باذن الله باش نرجعوا للعمل ديالنا. هكا ديما كان كيقول توفيق، كيقول انا بغيت نسخر نفسي للساكنه، انا نخدمهم وهما يجلسوا في البيوت ديالهم باش ربي سبحانه وتعالى ينجيهم من هذا الفيروس، وحنا نتسخروا لهم انا والاصدقاء ديالي باش ان شاء الله كل واحد فينا يرجع للعمل ديالو. يعني من بعد مشاهدي قناه شوف تي في، رغم ان يعني ترفع الحجر الصحي، رجع توفيق تيخدم في المقهى، المدخول قليل مشاهدينا كما تتعرفوا الكل تضرر بسبب الجائحه. توفيق جاته فكره اخرى، اذا خليكم معنا مشاهدينا. غادي نقولوا ما كاينش المستحيل، فهذه يعني نشجعوا الشباب ما نحطوش يدينا ما نستسلموش. خليكم معنا نسمعوا توفيق شنو غايقول لنا وكيفاش جاتو الفكره. ومرحبا بك توفيق، تفضل اخي. خليني نقاد الكاميرا. شكرا. اولا السلام عليكم، كنشكر قناه شوف تي في عامه والاخت ناديه خاصه على هذه الاستضافه. معكم اخوكم توفيق من مدينه خريبكة، صاحب الفكره ديال بقى في دارك حنا نتسخروا ليك، اللي كانت في الجائحه ديال كورونا. طاحت عليا ديك الفكره ودرتها مع الاصدقاء ديالي وعجباتهم الفكره، ولينا كنخدموا نفوسنا للساكنه ديال مدينه خريبكة في الفتره ديال الحجر الصحي. علاش؟ باش بنادم يبقى في دارو باش ينقص هذاك الوباء، باش ان شاء الله كل شيء يرجع للخدمه ديالو، اي نوع ديال الخدمه. كما كيعرفوا الناس والاصدقاء اللي كيعرفوني، انا كنخدم نادي في المقهى وكندير الدي جي في العراسات. الحمد لله المقاهي تحلوا، العراسات ما كاينينش، المقاهي راهم مفتوحين، ولكن شويه الدخل قليل. جاتني واحد الفكره ديال ندير الصخره لساكنه مدينه خريبكة، يعني اي حاجه بغى شي واحد شي حاجه يتصل بيا انا نقضيها ليه، سواء نخلص ليه الماء الضوء اي شيء صخره. يعني سميت هذه المبادره قضي غرض كنت في دارك، وقلنا نيت نعاونوا بها شويه. وبالنسبه للصخره اللي كندير، الناس ديال خريبكة اللي عنده راه يتعاون معنا، اللي ما عندوش حنا نتعاونوا معاه. المهم حنا ولاد خريبكة وكنشجع الشباب على اي حاجه، كما تيقولوا ما يستسلموش. كما كتعرفوا انا رب اسره وعندي الوالده، ودابا كنا كنعولوا على الله وشويه ديال العراسات. عندي جوج بنيات، كنا كنعولوا على الله وعلى شويه ديال العراسات كنوجدوا ميه بالدخول المدرسي. هذا العام شويه ما كاين لا عراسه، ولكن الحمد لله حنا وسط الناس، داك الشيء ديال الله. جاتني هذه الفكره ديال انا نتسخر ليك ونقضي لك غراض كنت تبقى في دارك، وسميتها خيري اكسبريس، يعني خيري اكسبريس توصيل سريع. المهم اللي عجباته الفكره، انا راه الاشاره ديال الساكنه ديال مدينه خريبكة، وبالنسبه للخلاص راني ما كنتشرطش، يعني اللي قدر على شي حاجه، اللي ما قدرش مرحبا على الراس والعين. عندي الطوموبيل غير محطوطه، قلت نستغل هذه الفرصه ونعاون بها شويه راسي ونعاون حتى الساكنه ديال خريبكة اللي ما عندوش انا راه الاشاره، اي حاجه نسخر ليه. وتبارك الله عليكم. اذا توفيق في الاول يعني في الفتره ديال الحجر الصحي كانت بالمجان. بالمجان بغينا باش نعجلوا باش الوباء يزول، باش الحمد لله في الفتره. وكان الاصدقاء ديالي راه كما كتعرفوهم، الاخت غزلان، جلال، السي محمد، سفيان، كنا درنا ديك المبادره، درناها بيناتنا والحمد لله لقات نجاح كبير. وبنادم تاق فينا تيعيط لنا غير ما يخرج من دارو، والحمد لله دابا منين تحيد الحجر الصحي
الوباء راه باقي، يا ربي تفاجئ علينا. الحمد لله كان صفر حاله، غير هاد الايامات ديال العيد الكبير بنادم شويه هذه، ولكن الحمد لله غادي يزول ان شاء الله، عندنا احساس بان هذا الوباء غادي يزول. المهم نبقاو في الفكره ديالنا، هاد الفكره انا بغيت ان شاء الله الا شجعوني الناس ديال خريبكه نكبروها، وعلاش لا، علاش لا، لا زاد الله شويه في الخدمه نزيدوا سيارات اخرين ومواطر اخرين ونخدموا شباب، والكمال لله. حنا الفكره هي كاينه، الا شجعونا الناس خريبكه ولا قبلوا علينا حنا راه الاشاره نزيدوا لقدام ان شاء الله. يعني كاين شباب بحال الحمد لله، الحمد لله راه كلشي مضرر، كلشي مضرر من هاد، ولكن الحمد لله داكشي ديال الله، ديال الله الدنيا هانيه. مرحبا. يعني شنو نوع الخدمات اللي ممكن تقدم للناس؟ اختي نادي، نوع الخدمات اي حاجه، يعني الا تقسيفيه وثقنا في بعضياتنا غادي تعيط ليا بار تليفون اي حاجه بغيتيها، يعني تقاديه فارماسي شي حاجه، نخلص لك فواسير ديال الانترنت ديال الضو ديال الماء، نجيب لك شي حاجه من لي سوبر مارشي من عند الجزائر، شي حاجه ديال الماكله باختيارك انتيا، كنجيبها كنخلصها من جيبي كنعطيها لك، قدرتي شي حاجه تعاون بها ما قدرتيش راه الدنيا هانيه. مرحبا على راس العين. المهم حنايا نتحركوا، يعني ما كاينش مستحيل. لا ما كاينش مستحيل، كما تيقولوا الناس القدام الراجل بحال الفاس فين ما مشى كيحفر، والناس اللي عندهم عائله وعندهم هادي وضروا راه ما خاصوش يريح، يعني اي حاجه اللي يعاون بها راسو يعاون بها بلادو راه خاصو يديرها، والخدمه راه ماشي عيب. يعني المهم هو يجيبها لواحد الحلال، يجيبها بالحلال. المهم هذه فكره حنا بغينا نوصلوا للساكنه ديال خريبكه، وكنتمناها تعمم. كاينين الدراري هنايا في خريبكه الحمد لله تيعجبوني تبارك الله، الله يسهل عليهم، كيديروا لي فريزون، يعني كيديو داكشي ديال من لي سناك هذه. انا قلت غندير فكره عامه، يعني اي حاجه بغيتي تقضيها كنتي ما كاينش، ولا بغيتي تدي سخره لوليداتك ولا خدام، انا راه الاشاره اخوكم توفيق، ما عليك الا تعيط لي على الرقم 06 68 64 47 11، وحسب غرضك تقضى ان شاء الله. الله شنو تقول للشباب توفيق؟ يعني اكيد دابا انت خدام في قهوه، يعني نادي في مقهى، اكيد راني عندك معرفه مع الشباب، مع الناس اللي تضروا بسبب الجائحه، شنو تقول لهم توفيق؟ انا كنقول للشباب راه ما كاينش مستحيل، يعني مادام الواحد عنده صحته وعنده العقل ديالو واعي ومثقف، راه اي حاجه ديال الحلال يجيب بها طرد الخبز لوليداتو ولا لوالديه، راه المستحيل ما كاينش. اي واحد بغى يتحرك تكون غير الفكره، وان شاء الله الفكره راه تكبر والكمال لله. المهم هذه هي فكره احنا حطيناها، الا قبلوا لنا بطبيعه الحال الناس خريبكه وشجعونا راه حنا نزيدوا لقدام، الا زدنا لقدام ان شاء الله داكشي اللي بغينا يا ربي نزيدوا ثاني نكبروا كما سبق لي وقلت لك، ونديروا سيارات اخرين، وعلاش لا نديروا شركه ونكبروا داكشي ونخدموا حتى حنا شباب اخرين. نعم توفيق، كما قلتي لي سبق وذكرتي كما سبق وذكرتي توفيق، انت كتخدم نادي في مقهى وكتخدم تدير الدي جي في العراس. كندير الدي جي كما سبق لي قلت لك، راه في الصيف كنا كنعولوا على الله، ثم على دوك الخدمه ديال العراس كنجيبوا بها الطرد ديال الخبز كنوجدوا بها الدخول المدرسي، ولكن الحمد لله هذا العام هذا ما كاينين عراس، راه حنا خدامين في القهوه، ولكن راه كلشي مضرر، تم القهوه راه مضرر، يعني المدخول قليل بزاف، داكشي اللي كيقسمنا راه حنا كنعيشوا به. هذه الفكره قلت جاتني في بالي، قلت غادي نعاود نشددها كما كنا درنا في الحجر الصحي، ولكن دابا شي حاجه اللي قسم الله اللي قدر عليها ما قدرش، راه حنا راه الاشاره. يعني صاحب المقهى اللي انت كتخدم عنده متفهم هذا الشيء؟ صاحب المقهى متفهم وعارف، غير عندي غير نص نهار، وتا هو ما كراش ليا، تا هو المدخول راه عنده ما كراش يعاونني في المدرسه، ما كراش كيما دخل تا هو على قد الحال، تا هو عنده ضرائب، عنده الخدامه، عنده، حنا دابا راه خدامين في القهوه، ولكن نص نهار الاخر نخدموا فيه، الا عيطوا لي الكليان في الوقت اللي انا خدام فيه راه كاين الصديق ديالي كيعاونني. يعني في أي وقت؟ في أي وقت راح نراها الإشارة اللي بغى. التذكير بالنسبة لرقم الهاتف ديالك؟ رقم الهاتف أختي نادية 06 68 64 11. كلمة أخيرة توفيق؟ كلمة أخيرة بعدا كنشكرك أنت خصوصا وقناة شوف تي في عموما، والكلمة الأخيرة هي راه ما كاينش مستحيل، الراجل راه كيبقى راجل، أي حاجة درتيها بالحلال ديالك راه ما فيهاش العيب، واللي غادي يدخل لك القوت اليومي ديالك وديال وليداتك توكلوا على الله والكمال لله. المهم هي فكرة عند الناس ديال خريبكه، إلا قبلوا علينا وشجعونا راه حنا نزيدوا لقدام، وكنطلب من ربي يا ربي يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله باش ترجع المياه لمجاريها. وديما ديما ديما خوتي كنوصيكم على الحمايه، والوقايه راه خير من العلاج، وتبارك الله عليكم وشكرا.
تبارك الله عليك توفيق، فعلا كنحييوك اخي. الحمد لله انت فكرتي انك تدير حاجه اخرى، ما استسلمتيش، ما حطيتيش يدك للارض. كما قلنا اخوتي لتذكير بالنسبه لخوتنا اللي عاد التحقوا بنا، هذا توفيق خيري، توفيق خيري اللي ساكنه مدينه خريبكه كيعرفوه بان كان من المتطوعين في فتره الحجر الصحي اللي خدم الساكنه بالمجان، يعني كان كيوصل الصخره بالمجان لساكنه مدينه خريبكه هو والاصدقاء ديالو. فكان الهدف ديالو هو والاصدقاء كانوا كيقولوا هكا ان شاء الله من كل واحد فينا يرجع للعمل ديالو، نسرعوا باش نقضيو على هذا الوباء. فكان فعلا سخروا نفوسهم للساكنه، تسخروا ليهم بالمجان من بعد ما ترفع الحجر الصحي، يعني رجعوا للعمل ديالهم. رجع للعمل ديالو هنا نادي بمقهى، لكن كما كتعرفوا المدخول باقي قليل، يعني ما كاينش يعني مدخول. هو رب اسره، عنده جوج ديال البنيات، الزوجه ديالو، الام ديالو، يعني محتاج مصاريف. كذلك كاين دخول مدرسي. هنا يفكر كان بالموازاه مع انه نادي في مقهى كان كيخدم حتى دي جي في العراسات. كذلك العراسات بسبب الجائحه ما كاينش دابا العراسات، الله يرفع علينا هذا الوباء. فكر مره اخرى ان هذه المره يدير يستعمل الطوموبيل ديالو ويخدم يعني الساكنه ديال مدينه خريبكة. الميزه اللي كاينه هو انه عنده طموح، ما استسلمش، ما نزلش يديه، ولكن هذه المره غادي يخدم ساكنه مدينه خريبكة. اللي عنده يعطيه، اللي ما عندوش يتعاون معاه، ما عنده حتى شي مشكل، يعني هو ما كيتشرطش. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، كنجو ها كنشجعوا، يعني كنتمنوا كاع الشباب ما تستسلموش، كاع اللي كان كيخدم شي خدمه وتضرر بسبب هذه الجائحه يفكر يدير حاجه اخرى ويتحرك، وربي سبحانه وتعالى ييسر ليه ويعاونه، والله يبارك لكل واحد في الرزق ديالو. كما قال توفيق اللي عنده صحيحته ينوض يخدم اي حاجه بالحلال. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.